الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأفاضل الكرام، سأبدأ حديثي الليلة عن مفسدات الصوم، فينبغي علينا أن نتعرف على مفسدات الصوم. الزمان غنسن الأمور إلا نفس الصيام باش أنا نحتار السيسن ونتقع شايسن باش ندير الصيام نهض صحيح. مما يفسد الصوم الجماع العمدي في نهار رمضان، هذا أعظم وأكبر وأخطر مبطلات الصيام، أن الإنسان يقع على أهله في نهار رمضان، هذا يوجب القضاء والكفارة معا، يوجب القضاء والكفارة. الكفارة طبعا الكفارة المغلظة، وهي صيام شهرين متتابعين. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، هلكت أي بسبب وقوعه على أهله في نهار رمضان، فقال: هلكت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ فقال الرجل: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال الرجل: لا. قال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الرجل: لا. قال: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال الرجل: لا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فجاء له بعرق تمر، يعني ويزد القفة فزع فيه شور دي حبة، فقال له: اذهب وتصدق بهذا. كري الناس الرجل لاش ذي الحدود المدينة ميلا أفقر منا أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إذن اذهب وأطعم هذا أهلك، اذهب وأطعم هذا أهلك. هذا المفسد الأول من مفسدات الصوم، وهو الجماع العمدي. من مفسدات الصوم الأكل والشرب عمدا، كذلك الإنسان يأكل أو يشرب عمدا من غير عذر، من غير عذر شرعي، هذا عليه القضاء والكفارة، يعني 61 يوم، 60 يوم متتابعة ويوم القضاء يوما واحدا. أما إذا أكل الإنسان أو شرب ناسيا فلا شيء في ذلك، وإنما الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا عليه أن يمسك ويتم صومه، ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك من مفسدات الصوم الإنسان يستعمل دواء سواء في الفم أو في الأنف، هذا أيضا يفسد الصوم ويوجب القضاء عند الجمهور، يعني عند جمهور الفقهاء، ويوجب القضاء والكفارة عند السادة المالكية رحمهم الله تعالى. أيضا من مفسدات الصوم ابتلاء ما ليس بطعام، مثلا الإنسان الذي يفحصه ما وثي ذيك من سوه الصغري، ابتلاء ما ليس بطعام، هذا أيضا يفسد الصوم مطلقا، ويوجب القضاء والكفارة عند المالكية إذا ابتلعه الإنسان عمدا. أيضا من مفسدات الصوم المبالغة في المضمضة أثناء الوضوء، المبالغة في المضمضة والاستنشاق أثناء الوضوء، ما إلا الإنسان يزوم ويظل يصغرغر ذو كمان وذي بالغ ذي الغرغرة نغدي الاستنشاق وذي يما تنفس من مليح وذي يسحس باللي خلطنا سيري، فهذا يكون صومه باطلا ويكون قد أفطر. أيضا من مفسدات الصوم شرب الدخان، دخانين ثنتكياف، أيضا هذا يفسد الصيام إذا تناوله الإنسان في نهار رمضان، ويوجب القضاء والكفارة عند السادة المالكية رحمهم الله. أيضا من مفسدات الصوم شم البخور والنشوق والعطور، في البخور مثلا مثل العنبر والطيب، فهذه البخور إذا وصلت رائحتها إلى الحلق
فإنها تفطر. كذلك بخار القدر، بخار القدر يعني لفارا ثسيل ما اللي يتعمد الإنسان وثريح بالعاني الذي يتعمد، فهذا أيضا يفطر. أما إذا كان المرأة مثلا تطبخ فهذا لا حرج في ذلك. رائحة الطعام أيضا لا تفطر باستثناء رائحة الشواء، فإنها تفطر، رائحة الشواء في نهار رمضان تفطر. ويكره أيضا شم العطور التي لا يأمن الإنسان من وصول مفعولها إلى الحلق كالمسك والكافور وغيرهما. أيضا من مفسدات الصوم الدم في الفم، فإذا سال الدم في فم الصائم أو من بين أسنانه فإن كان الدم كثير إن أن يطرحه الإنسان، سلعه فيكون صومه فاسدا، فيكون صومه فاسدا. أيضا من مفسدات الصوم الحيض والنفس، هذان خاصان بالمرأة، فالمرأة متى رأت أو متى رأت دم الحيض أو أدركها دم النفاس ولو بلحظة قبل غروب الشمس فيكون صومها فاسدا. أيضا فيما يخص ابتلاع الريق، ابتلاء الريق في الأصل لا يفطر. الريق الإنسان ما إلا استغلي الريق النس تشوفه ينس، هذا لا يفطر ولو كان كثيرا. اللهم إلا إذا تعمد الإنسان جمعه في فمه وابتلاعه فهو مكروه عند الحنفية والحنابلة. أما ابتلاع ريق الزوجة أكرمكم الله فهذا يفطر، فإذا حدث قبولات بين الزوجين ثم تماد الزوج إلى ابتلاء ريق زوجته فهذا يفطر ويوجب القضاء والكفارة عند الأئمة المالكية. فيما يخص النخامة والبلغم، النخامة أكرمكم الله إنسان دادي الخم ودي السيلي الشيليني اللان ذكيري النس، فإذا وصلت النخامة إلى الفم ويمكن طرحها في الأولى طرحها، لأن النخامة أصلا شيء مستقذر قبيح عند النفس، تعافه النفس، ولهذا متى وصلت النخامة إلى الفم يجب على الإنسان طرحها. وقال أهل العلم إذا وصلت إلى الفم وابتلعها الإنسان عن قصد يكون قد ارتكب شيئا مستقدرا ويكون قد أفسد صيامه. أيضا بخصوص عود الأراك، عود الأراك يعني يكشوضين سينتك سيوك أما ينث، ومثله فرشة فرشات الأسنان يعني الشيتان تغمس. السواك مكروه إن كان رطبا، إن كان رطبا عند الحنابلة والمالكية، وغير مكروه إن كان يابسا عند المالكية. ويرى الأئمة الحنابلة بجواز السواك قبل الزوال يعني قبل الظهر وقبل منتصف الليل، أما بعد منتصف النهار عفوا فيكره. أما معجون الأسنان إذا وصل إلى الحلق فإنه يفسد الصوم مطلقا. معجون الأسنان ما إلا يلتق منك واستفد طمعة سذكيرنك فهذا يفسد الصوم مطلقا ويوجب القضاء والكفارة عند الأئمة المالكية. أظن بأن هذه المفسدات واضحة لديكم، وأكتفي بهذا القدر والبركة. الشيء الملاحظ في هذه المفسدات أن الأئمة المالكية يشددون في أحكام في هذه الأحكام، لماذا؟ حفاظا على حرمة الصيام. نجد أن السادة المالكية يحافظون أكثر أو يشددون أكثر من غيرهم من الفقهاء في أحكام الصيام، حفاظا على حرمة الصوم وعدم العبث به. للحديث إن شاء الله تعالى بقية إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أسأله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.